يسوع ما بيعطي ضمانات، يسوع بيعطي كلمة حياة. هو يلي قال العالم بيزول حرف من أحرف كلامه بيزول. هو يلي قالنا اذهبوا ها أنا مرسلكم كخراف بين ذئاب. سوف تعانون ضيقة في هذا العالم، لكن تشجعوا ثقوا أنا غلبت العالم. أول كلمة ستعانون ضيق، ولكن آخر كلمة تشجعوا ثقوا أنا غلبت العالم. أول كلمة كانت الموت، ولكن آخر كلمة كانت الأيام. كما هيك يسوع ما حكي ولا مرة عن الكمية. يعني 12 تلميذ يسوع اجتاع الكون، لا بقوة سلاح ولا بقوة المصاري ولا بعسكر، إنها بالمحبة بقوة الكلمة. ما تقلي أكتر. وقال يسوع حكي عن النوعية ما حكي عن الكمية. وانتو يا ستات البيوت بتعرفوا أكتر من غيره، تبقوا ذكروا رجالكم إنه يسوع حكي عن الملح بقلب الطبقة، ما حكي عن الطبقة. يعني الملح بقلب الطبقة هو اللي بيعطي طعم للطبقة. والخميرة بالعجين حكي يسوع مش عن العجنة الكبيرة، حكي عن شوية خميرة يلي بيعطوا إيه من العجين. إذن أنت يا مسيحي ملح بالأرض خميرة بالعالم، أنت نور وأنت صوت وحكاية المسيح. ما تخاف، عيش إيمانك تتكون عم تجتاح الكون. لأنه الظاهر يلي عنده إيمان قد حبة الخردة اللي بتجي أصغر من حبة السكر على 5 مرات بيقدر يقول لهالجبل قوم من هون وانزل هونيكي. ولكن الظاهر يلي عنده إيمان